تقديرا للجهود والتضحيات التي قدمها ولا يزال أفراد الأمن والجيش الوطني في مكافحة ما تصفها السلطات بالجماعات الإرهابية في حضرموت. عمدت السلطات المحلية والقيادة الأمنية والعسكرية في المحافظة إلى تكريم العشرات من الضباط وصف الضباط والجنود المشاركين في عملية استعادة السيطرة على المكلا وبقية مدن الساحل من قبضة مسلحي تنظيم القاعدة أواخر شهر إبريل الماضي. نجتمع اليوم بغرض تكريم ضباط جنود النخبة من الوحدات العسكرية التابعين لقوات النخبة في الساحل الذين أبلوا بلاء حسنا في فنون القتال وفي تأدية واجباتهم على أكمل وجه. التكريم الذي شاركت به القيادة العسكرية للتحالف العربي بالمحافظة يأتي في الوقت الذي خرج الجيش دفعة عسكرية جديدة من قوات النخبة الحضرمية بعد أن أشرفت قوات التحالف على تجهيزها وتدريبها بأحدث الأساليب القتالية لتلحق بالقوات الميدانية التي تتولى مسؤولية تأمين مدن الساحل وحفظ الأمن والاستقرار. خلال الأيام التي سبقت أيام العيد احتفلنا بتخرج قوة مدربة على مستوى عالي من التأهيل والتدريب وضمت لتردف لتكون رديف للقوة السابقة وادخلت للجاهزية القتالية، وكان لها في هذا الأيام أيام عيد الأضحى المبارك شرف حفظ الأمن في كثير من المواقع الهامة والحيوية في المكلا وغير المكلا. إذن هي يد تكرم وتعيد بناء ما تهدم وأخرى تمسك الزناد بقوة لتثبيت أركان الأمن والاستقرار. هكذا يبدو النهج الذي يرى مراقبون أن السلطات والتحالف بالمحافظة يسيران عليه لإيجاد منظومة أمنية وعسكرية مؤهلة قادرة على تحمل مسؤولياتها والأخذ بحضرموت نحو مستقبل مشرق لا تغيب عنه شمس الحرية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.